مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. انتم عم تشوفوا هذا الفيديو. هذا الفيديو رح احكي لكم فيه السبب اللي انه قلت لكم انا رح نزل كل 4 فيديو وليش ما نزلت. اوكي، انا ما عم نزل فيديوهات لانه يعني مش سبب واحد هو المشكلة، اسباب كتير. رح بلش باهم شيء. اول شي، مثل ما كلكم بتعرفوا شو صار من كم يوم بلبنان، انفجار بيروت. انا عم بحكي عن انفجار بيروت. هيدا الشي خرب الدنيا، خرب الدنيا. الحمد لله انا بخير، وكل اللي بعرف انا بخير. يعني ما فيني اقول الكل، يعني صار عندنا حدا بالعائلة تأذى من وراه. موطني موطني. طيب، أول شي بدي أقول الله يرحم اللي ماتوا بالانفجار، والله يشفي الجرحى يا رب، والله لا يسامح كل شخص كان له ايد بهذا الانفجار. وشكرا كثير لكل الناس اللي ساعدت بالتنظيف وتظبيط كل شيء مكسر وهيك. بتمنى لو كان فيني انزل ساعدكم، بس يعني انا كنت كثير مريض، وبتعرفوا الوضع كورونا. هينا مش الموضوع الاساسي اللي منعني صور، لانه هذا ما له زمان صاير، بس بتعرفوا انتوا اول شيء الكورونا وهيك، وبلشت اول شيء طلعت عنا بلبنان بشكل ما طبيعي تخف، بعدين هلا رجعت بقوة. فهذا شيء كان عندي كتير سكتشات، وكان في فيلم عم يتحضر وكل شيء، بس كنت مضطر اني اروح على مكان لا اقدر صور. صورنا جزء بسيط منه، وبرضه هذا الجزء البسيط صار مشكلة واضطرينا نحذفه، صار مشكلة مع الممثلين واضطرينا انه نحذفه، وما قدرنا نكمل فيه. انه كنا نقدر، بس الكورونا منعتنا، ما قدرنا نطلع من البيت وهيك. وخصوص اللوكيشن اللي عم نصور فيها بعيدة، على أساس هذا الفيلم كان المفروض ينزل أول يوم العيد. كان بيعقد عن جد، كانت فكرته رائعة، يعني كتير حلو. هدول السبعين كانوا عاملان يعني مهمين كتير إنه ما قدرت أصور أنا. وأهم سبب، انسرقوا أغراضي، الكاميرا، التليفون انسرق. بس الحمد لله انه انا ما صار لي شيء، كنت مع رفيقي برات البيت وحدا اجا وسرقني. مهم، ما بدي فوت بهالموضوع، بس انه هيدا كان اهم سبب. يعني المعدات، رح هلا ارجع اجيب معدات جداد وانارة جديدة، بس افضل من اللي كانوا قبل وهيك يعني. فهلأ رح ارجع للتصوير وكل شي. كون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تدعموني باللايك والشير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. وبوعدكم رح ارجع احاول نزل اسبوعيا. موطني موطني، الجلال والجمال والثناء والبهاء.